سجل بكل تقدير واحترام تحياتي لك وتقديري لكل الجهود اللي بتبذلها من أجل احتواء الأزمة اللي احنا بنعيشها، وأتصور ان احنا كلنا متأثرين بيها تأثير كبير جدا في منطقتنا بالكامل وعلى العالم كله. يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في الأزمة اللي احنا بنجابها دلوقتي، أزمة قطاع غزة، وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على ان هي يعني ما يكونش ليها تداعيات اكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية ان الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على ان احنا نحتوي التطورات اللي بتمر بقطاع غزة. ده معناه ان احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف وان يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم أو المنطقة، ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والأمن في منطقتنا. وإحنا توافقنا على أن النقطة دي محتاجة أن إحنا نتحرك ونعمل بشكل مكثف فيها من أجل منع مزيد من التدهور في الموقف في منطقتنا. أيضا تكلمنا على أهمية احتواء وتهدئة الموقف في غزة، وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي أولا لتفاهم الرئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها. لأن ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين، وده أمر أيضا توافقنا عليه على أنه هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال 20 سنة اللي فاتوا. غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على ان خروج الفلسطينيين ده مش حل، لان اذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على اراضيهم يبقى مش معقول ان هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على اراضيهم. دي نقطه. الهدف بتاع الحرب المعلن ان هو يعني تصفيه حماس والجماعات والفصائل المسلحه اللي موجوده في القطاع، وده هدف انا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجوده لكل القاده على مختلف المستويات بدول مختلفه هذا الامر بيتطلب سنوات طويله جدا. ويمكن ده ايضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على اهميه ان احنا نسعى من اجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده امر في منتهى الاهميه انا بسجله هنا، لان الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني مش تحديات، لا يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين. ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان، نصفهم تقريبا من الاطفال، ويجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمه وعدم وضع السلامه سلامه المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع. نقطة أيضا توافقنا على أن احنا نعمل فيها بجد، وهي إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم اللي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع. والنهاردة احنا بنتكلم من 7 أكتوبر لغاية النهاردة تقريبا دخلنا في 15 يوم، والقطاع تحت الحصار الكامل
وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه، وده أمر كان ليه تداعيات كبيرة جدا على الحالة الإنسانية داخل القطاع. وإحنا قلنا إن إحنا هنا متوافقين أيضا على أهمية إن إحنا نتحرك في إدخال مزيد من المساعدات. وهنا أسجل شكر لفخامة الرئيس إن هو وعد بإرسال سفينة مستشفى إلى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها، يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين. أيضا تحدثنا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت إن إحنا نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرى اللي موجودين في القطاع، وده من خلال تهدئة الموقف ما أمكن، تهدئة الموقف ما أمكن حتى نستطيع أن نعمل من أجل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس. احنا في مصر حريصين على ان احنا نقوم بدور ايجابي جدا جدا في هذه الازمه من خلال تفهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع، واقع تطور القضيه الفلسطينيه، وان القضيه الفلسطينيه قضيه القضايا بالنسبه لنا وبالنسبه لمنطقتنا، وان الراي العام العربي والاسلامي متاثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد ايه حل القضيه دي هيكون ليه انعكاس كبير جدا جدا. ويمكن يعني يمكن حد يقول هل في فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب؟ أنا بقول للرئيس ماكرون إن الفكرة دي بدأت في مخيمات، نتيجة مخيمات الفلسطينيين، نتيجة فقد الأمل. مفيش أمل، مفيش فرصة إن احنا نديهم دولة، الدولة دي تبقى جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية، تحترم وتحافظ على أمن الإسرائيليين وأمن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. لما فقد هذا الأمل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الأخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الأقصى يعني التوسع الاستيطاني اللي موجود، كل ده كان عبارة عن تغذية لحالة الكراهية والغضب اللي احنا محتاجين نفرغها بان احنا نحيي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين. توافقنا مع فخامة الرئيس على ان احنا نتحرك سويا ونعمل سويا من اجل هذا الهدف النبيل، هو احتواء الأزمة، عدم تصعيدها، ادخال المساعدات، تخفيض التوتر ما امكن، عدم أو السعي إلى عدم دخول أطراف أخرى في النزاع الحالي. وهنا أنا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي وباسم كل إنسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبذلها من أجل احتواء هذه الأزمة. وهذا الأمر هننجح فيه لأن الإخلاص في العمل من أجل الأبرياء ومن أجل المسلمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه. وبقول للرئيس ماكرون إن التاريخ هيشهد لك إنك أنت بتبذل جهد كبير قوي قوي، كان زار إسرائيل وزار رام الله وزار الأردن والنهاردة في مصر يمكن في خلال يومين أو ثلاثة فقط الجولة الكبيرة دي. فخامة الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والإعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا، وثق ان لك في مصر اصدقاء حريصين ايضا على العمل سويا من اجل تحقيق السلام ونزع فتيل هذه الازمه اللي احنا كلنا بنتالم على الضحايا اللي موجودين فيها. يمكن كان في حد يقول لي يا ترى انتوا يعني تقبلوا ان يبقى فيه هجوم على المدنيين؟ لا طبعا، نحن ندين كل الاعمال التي تمس المدنيين، كل المدنيين، مفيش كلام في ده، لأن المدني ده ملوش علاقة بالغضب والألم والحالة اللي احنا فيها. بس أنا عايز أقول مهم قوي إن احنا واحنا بنتكلم في النقطة دي نتكلم فيها بمعيار واحد، يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا. مرة تانية برحب بيك فخامة الرئيس، أهلا وسهلا.